السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي ريفت أو بايثون ريفت دي أدنس مجانية فيها شوية حاجات جميلة جدا، بتوفر وقت ولذيذة جدا. هي مش أداة واحدة، أدوات كتيرة جدا. لو أنت عايز تدخل في الخصائص بتاعتها بتقول له باي ريفت وتقول له سيتنج، هتلاقي هنا الإعدادات بتاعت الكور سيتنج، مثلا إن هو يعمل شيك أبديتد كل ما يفتح الأكتيف إنجن، في اكتر من واحد تقدر تختار انهي اطار اللي انت عايز تعتمد عليه، والاكتف سي بايثون انجن، وعندنا حاجات خاصه بالديفلوبمنت، وفي هنا برضو الفاريابل تقدر انت تطلع عليهم. لو هنا ريبورت ليفل، التقرير اللي انت عايزها تفصيل او ديباج مود، بحيث ان انت راجل فاهم في البرمجه فتعدل عليه. الستارت اب بتشيك وكذا. دي بعض الاعدادات اللي موجوده في البرنامج. هنا ممكن يعمل تشيك، هنا السبورت تمام، هو ده اللي موجود عند الجهاز دلوقتي 2021. اليو اي الشكل تمام، فانا قايل له العربي لما في الريفت وافتحه، تقدر تختار اللغه من هنا زي ما انت عايز تمام، غالبا هخليها انجليزي تاني عشان الشرح تمام. ممكن تقول له كلر اوبن دوكيمنت، يدي الوان. طيب التاب كلر هنا هنتكلم عنها سريعا. التاب كلر اللي هو ايه؟ انتوا شايفين مثلا ما حدش عارف انا فاتح كام مشروع او كام فاميلي، هم كلهم ظاهرين بنفس اللون، ما فيش اي فرق بينهم. فانا التاب كلر دي بتدي لون لكل مشروع مختلف عن المشروع التاني، بحيث تبقى عارف لما تلاقي ليفل 1 مع دوت، فتعرف ان دول الاتنين دول نفس ملف الريفت اللي مفتوح، نفس المشروع، نفس الفاميلي مثلا. فاول ما تدوس على التاب كلر هيديني يخلي ده مع ده نفس اللون، وده لوحده وده لوحده تمام. فخلينا نفتح مثلا واحد جديد مثلا اهو، وانا واقف على الازرق، فالجديد برضو هيبقى له نفس اللون، فده هيسهل لي انا عارف ان ده وده وده نفس المشروع. لو رحت لده كده انا رحت لحاجة تانية خالص، فهياخد وقت حتى ان هو يتنقل ويفتح حاجة تانية. طيب تعالى نشوف برضو امر تاني هيفيدك ان شاء الله يعجبك. لما ادخل على بايثون ريفت واقول له ان انا عايز افعل السينك فيو. السينك فيو يعني ايه؟ يعني لو عندي بلان زي كده وعندي سيلينج اهوت تمام، مجرد ان انا عملت زوم هنا اهوت، ومثلا جيت على الجزء اللي تحت ورحت هنا عند ليفل 2، هو اوتوماتيك يعمل زوم على نفس المكان. طب خلينا نروح لمكان تاني، عملت زوم كده ورجعت للسيلينج، هو اوتوماتيك يظبط، فبيعمل سينك بين الاثنين. طيب خلينا نعمل زوم مثلا على الجزء دوت ونروح على ليفل 2، وخلي بالك نفس اللون ده هو نفس اللون ده، وبدا يعمل سينك مع الاثنين على طول. فدي من ضمن الحاجات اللي انا شايف انها بتسهل الشغل. طيب بتلاقي عندك السكشن بوكس، ده بيظهر لك السكشن بوكس او يخفيه في 3D، فانا مش شايف ان هو ليه اضافه حلوه. الامبورت لو انت في لوحه اوتوكاد معمول لها امبورت بيخفيها ويظهرها. كمان هنلاقي امر هنا اسمه ايزوليت، ده بيقول لك ايه الكاتيجوري اللي موجوده، ويقول لك ايه الكاتيجوري مثلا عايز اعمل ايزوليت للكولوم، اخفي كل حاجه ما عدا الكولوم. طيب ما كانش في كولوم اصلا. طيب خلينا نعمل تراجع ونخليها بقى المره دي على الوول. ايزوليت وهقول له وول. هتلاقي بس الوول هي اللي موجوده تمام. دي من ضمن الحاجات اللي بتوفر معاك وقت، لان الطبيعي ان انت تختار وول وتقول له اخفي الباقي، او تعمل فلتر تعلم على كله وبعد كده تستثني، وممكن يكون الحاجات تقيله وهكذا. طيب انا قلت له ويندوز
فاظهر لي ان اوفيس بس. برضو سيلكت هتلاقي فيها حاجات كتيره جدا، زي مثلا سيلكت اول كلاود، سيلكت اليمنت تايب، فايند اند سيلكت انتاير وزاوية تاج. فيها شويه مزايا حلوه مش موجوده في السيلكت العادي او في الريفت العادي.